السلام عليكم، معاكم اخوكم محمد عاصم، اهلا وسهلا بيكم في القناه. مش هننسى يا جماعه الدعم واللايك يا ريت، وعايزين نشير الفيديوهات علشان توصل لاكبر قدر من الناس بعد اذن حضراتكم على الفيسبوك على السوشيال ميديا. النهارده بنتكلم على حكايه اليوم وهي مقتل رئيس تشاد. ممكن اصلا الناس في حياتكم ما كانش بيعمل في كلمات البحث كلمه او جمله او بلد تشاد. تشاد هي الدولة معروفة عددها تقريبا ما يقرب من 15 مليون، بتتحدث اللغة العربية على فكرة، ولكنها مش في جامعة الدول العربية، ومعظم سكانها من المسلمين والأقلية سواء مسيحيين أو من ديانات أخرى قديمة عندهم. دولة تشاد بتقع عندنا ما بين السودان من الناحية الغربية للسودان، ومن الناحية الجنوبية إلى دولة ليبيا الشقيق والسودان الشقيق أيضا. فدولة تشاد على قد ما هي مش طالعة على بحر إلا إنها ليها مركز حيوي في أفريقيا، لأنها في وسط البلاد. وجينا في سنة 1990 كان الرئيس ساعتها كان اسمه حسين حبري، وكان في أحد الجنرالات اللي كان اسمه إدريس ديبي. وإدريس ديبي ده بقى نقدر نقول كده حسب يعني الجرائد والصحف، إذا كان فرنسا ليها طفل مدلل فطفلها المدلل هو إدريس ديبي. إدريس ديبي هو ضابط في الجيش التشادي، ونال التدريبات ودخل في معارك مع القذافي، مع الله يرحمه معمر القذافي. في احتكاكات دايما ما بين ليبيا وما بين تشاد، فكان في دايما فرنسا طول عمرها بتساعد تشاد. اصلا كانت تشاد محتلة منهم، ولا زال لحد النهاردة هي فرنسا هي اللي متولية زمام وامور دولة تشاد. ادريس ديبي تعلم على يد الفرنسيين، وبالتالي في سنة 1990 جه ادريس ديبي. هو يعني برضو عشان نبقى عارفين، هو من قبيلة من احدى القبائل اللي تعتبر في شرق تشاد وفي الحدود مع السودان، يعني من احدى القبائل اللي ما بين السودان وما بين تشاد. جينا في سنة 1990 وطلب إدريس ديبي من فرنسا ان انا عايز اشيل الرئيس اللي موجود. ففرنسا قالت له مالناش دعوة، احنا مالناش دخل، اتصرف انت، دي حاجة مش بتاعتنا. ليه؟ علشان لو نجحت يبقى ماشي، لو فشلت يبقى ما تحطوش فرنسا في مأزق مع دولة تشاد بشكل رسمي. وفي 1990 إدريس ديبي قام بعملية انقلاب على الحكم. وفي فرق كبير قوي ما بين انقلاب عسكري من نفسه، وفي فرق ما بين ان الشعب له ارادة وان الجيش بيحمي تلك الارادة. عشان بس انا عارف الناس اللي هتكتب تعليقات وتقول بص اسلم، واخدين بالكم ازاي؟ ففي سنة 1990 حصل انه هو تولى الحكم. من سنة 1990 لحد 2021 إدريس ديبي هو اللي بيتولى الحكم. واتفرجوا على مدى النفاق بتاع الاعلام الغربي، بقول لك من سنة 1990 لغاية 2021 إدريس ديبي ما كانش عميد الزعماء في أفريقيا، بل هو أقدم زعيم يفضل ماسك في الحكم في العالم لمدة 31 سنة، خمس فترات رئاسية، وفي الستة اللي هو كسبها وأعلنت نتيجتها امبارح هو ماسك الحكم. طلع حد قال له ديمقراطية؟ لا. طلع حد قال له انت ماسك بقالك 30 سنة؟ لا. كله ساكت، بل المفارقة ان انت لما تيجي تبص على مجموعة من الصحف والإعلام الغربي بيصور لك ان إدريس ديبي ده عبارة عن الملاك المناضل اللي وقع في المعركة، وان هو كان مختير من الشعب اختيار كبير. هو فاز بانتخابات مزورة في الاخير اللي كانت من ايام دي بنسبة 79%، لكن الشعب كان ناقم عليه تماما على فكرة. إدريس ديبي ما كانش حد اصلا طايقه بصراحة، كمية اعتقالات وقمع غير عادية. ده بالإضافة من الناحية التانية ان رغم كده فرنسا كانت بتدعم إدريس ديبي على مدى سنوات طويلة. يعني حصلت حركات تمرد عليه في سنة 2006، ونزلت قوات فرنسية وقفت قدام الحركات التمرد دي جت ونزلت عليه في شمال تشاد، وطبعا كانت مدعومة من العقيد معمر القذافي، وابتدت تاخد بعض المناطق الحدودية والبلدان الحدودية من الشمال، جت قوات فرنسية وسندت إدريس ديبي. في سنة 2008 بقى
وصل الامر ان هم المعارضه وصلت ان هم معارضه مسلحه في قلب انجمين نفسها، في انجمين نفسها في العاصمه، وكانوا بيحوطوا القصر الوردي اللي هو قاعد فيه ادريس ديبي. واذ فجاه بقدره قادر تنزل قوات فرنسيه، قوات خاصه وطيارات عسكريه بشكل كبير جدا، تنزل تحمي المطارات وتحمي القصر الجمهوري، ويتم القضاء على تلك الحركة المسلحة. يبقى إذن فرنسا عندنا بتجامل دايما وواقفة مع إدريس ديبي بشكل غير عادي. طب إيه الحكمة إن فرنسا بتحمي إدريس ديبي بالشكل ده، وإن العالم الغربي كان ساكت على إدريس ديبي الفترة دي كلها؟ لأنه كان ممشي مصالحهم بشكل غير عادي. يكفي إن أي رئيس فرنسي كان قبل ما بيمسك الرئاسة وفي أثناء حملة ترشحه كان يبقى قاسي على إدريس ديبي أول ما يمسك، زي هولندا مثلا. هولندا اللي كان رئيس فرنسا كان قاسي جدا على إدريس ديبي أول ما مسك الحكم، كله لازم يرحب بإدريس ديبي لأنه ماشي كل المصالح، وإن تعتبر تشاد قاعدة عسكرية فرنسية. ده بالإضافة أنه عمل تسهيلات كبيرة في سنة من كذا سنة 2013 لما كانت في مالي، حصل أن القاعدة وداعش عملوا عمليات كبيرة جدا، فالقوات الفرنسية خدت من تشاد انطلاق على ضرب تلك القوات في مالي وأيضا في النيجر، ليهم تدخلات أيضا. فبالتالي كانت إدريس ديبي هو يمثل رمانة الميزان من فرنسا وأوروبا في قلب ووسط أفريقيا. ده بالنسبة، علشان كده هو لغاية في سنة 2016 أتى محمد مهدي اللي عمل تبع حركة الوفاق الوطنية قوات معارضة وكانت متمركزة في جنوب ليبيا، وابتدى يحصل ضرب وابتدى يحصل اشتباكات متبادلة، ونقدر نقول عليها معارك ما بين قوات محمد مهدي، محمد مهدي اللي هو كان معارض وكان منفي في فرنسا فترة طويلة، عشان في ناس، ومحمد مهدي كان معارض على فكرة ورجع في 2016 وابتدى من هنا حركات المقاومة، ودخلوا بعض المناطق من الشمال وكان في ضرب متبادل، الى ان هو كان لازم ان هو يوصل محمد مهدي الى العاصمه. ولكن ادريس ديبي بعد المفروض ان هو ما فاز امبارح واعلن فوزه امس، كان المفروض ان هو يطلع ويلقي خطاب، قال لا انا هروح للقوات بتاعتنا اللي في تشاد اللي هي في الشمال اللي بتقاوم الحركه المسلحه اللي بيقودها محمد مهدي. وهو هناك طبعا واضح جدا ان في اجهزه مخابرات ليها يد في تلك الامور، لان عشان يتعرف توقيت خروج ادريس ديبي بالشكل ده ومكانه وضربه بالشكل ده، ده ما بيتمش غير بمعلومات، مش بشكل يعني فوضوي زي ما حد متخيل خالص. ولكن ادريس ديبي هو ما كانش الحد اللي انت ممكن تزعل عليه. ادريس ديبي بعد ما مات وبعد ما قتل فورا الجيش اعلن بتشكيل مجلس انتقالي، واللي هيقود المجلس الانتقالي المفترض بقى انه واحد يعني من المجلس العسكري العادي، لا، اللي هيقود المجلس العسكري في تشاد بعد مقتل ادريس ديبي هو محمد ادريس ديبي ابن ادريس ديبي، وتم حل البرلمان وتم حل الحكومة. والوضع في الوقت اللي انا بكلم حضراتكم ده مشتعل جدا داخل تشاد. في الفترة اللي جاية هنشوف هيبان بشكل اكبر واوضح، لان ادريس ديبي كان بيمشي مصالح على فكره كانت تعتبر ضد بعض الدول العربيه، عشان نبقى عارفين يعني كان بيمشي بعض المصالح بدون ما اذكر، يعني ضد بعض الدول اللي ما كانش المفروض ان هو يعملها. على فكره دوله تشاد ما هياش بعيده عن مصر، الفرق الحدودي اللي ما بيننا وما بينهم رغم ان هم مش ملصقين لينا حدوديا، ولكن الفرق الحدودي اللي ما بيننا وما بينهم مش كبير، فاللي بيحصل في تشاد يهدد ايضا الامن القومي المصري، وما يحدث في القطر اللي حوالينا هو له تبعيه بالامن القومي المصري. شكرا جدا على مشاهدة حضراتكم للفيديو، ما ننساش بقى الدعم واللايك، ولو حضرتك اول مرة تشرفني بالقناة تشرف وتنور بالاشتراك في القناة، واشوفكم على خير، سلام عليكم.